لا شك أن كل من يسمع هذه السيمفونية ستعود به الذاكرة إلى سني الطفولة الأولى. هي موسيقى البرنامج الكرتوني الأشهر في تاريخ التلفزيون توم أند جيري للمؤلف سكوت برادلي، تعزفها أوركستر جون ويلسون البريطانية. أجيال عاصرت وحلمت وتفاعلت مع هذه الشخصيات الكرتونية التي يحتفل هذا العام بعيدها 75، مع بعض الاختلاف هذه المرة. توم وجيري ربما كانا أقل براءة مما نتصور، وهناك من يتهمهما بالعنصرية وترويج العنف، لكن ما سر هذه الجاذبية التي تجعل الكبار والصغار يتسمرون أمام شاشة التلفاز، ينتقلون في دقائق إلى عوالم خيالية بأسلوب كوميدي تميزه المبالغة واللامنطق أحيانا؟ لابد أن مئات الملايين حول العالم اعتادوا قراءة هذه الأسماء: المخرجان جوزيف باربيرا وويليام هانا، الموسيقى لسكوت برادلي، والإنتاج لفريد كامبي. فريق صغير وراء أسطورة كبيرة، من منا تساءل عن ظروف ولادة تلك الفكرة وصمودها واستمرارها كل هذا الزمن مثيرة للجدل والإعجاب في آن؟ بدأت القصة في استديوهات MGM الهوليوودية عام 1940، حين قام المنتجان ويليام هانا وجوزيف باربيرا بابتكار شخصية القط توم والفأر جيري. قام جوزيف وويليام بإنتاج عشرات الحلقات الرائعة، وحازا على 7 جوائز أوسكار. في العام 57 قررت إدارة MGM إغلاق استديوهات الرسوم المتحركة، وقامت بتسريح الموظفين، وكان على ويليام وجو إيجاد مكان آخر للعمل. أصر المخرجان على إنقاذ صناعة الرسوم المتحركة، وأنشأ بداية استوديو صغيرا في المبنى الذي كان يستخدم لتصوير أفلام تشارلي تشابلن، ومن ثم أسسا مشروعا أكبر تحت اسم استوديوهات هانا باربيرا. ازدهرت هذه الصناعة في تلك الفترة، وقام الثنائي بإنتاج عشرات الشخصيات الكرتونية التي علقت بمخيلة أطفال أمريكا والعالم. شخصية المربية السمراء أو مامي ذات الحذاءين أثارت جدلا لم يتوقف في أمريكا، معيدة إلى الأذهان حقبة العبودية. لكن مامي لم تكن تصورا كرتونيا خالصا، لقد استوحاها المخرجان من شخصية واقعية. إنها نسخة عن السيدة السوداء ماما مولي، التي كانت تعمل خادمة لدى عائلة ثرية من البيض في أوائل القرن 18، كانت بمثابة المربية والممرضة والأم الثانية للأسرة، لذلك أطلق عليها اسم مامي. لكن النسخة الكرتونية أخذت جانب القوة والحضور وشوهت ما تبقى، فعلى عكس تلك الشخصية الإيجابية، خرج كرتون المربية مامي في توم أند جيري في ثوب امرأة قاسية ومخيفة وبدينة وبلا رأس. ظلت مامي لغزا دراميا، لأن وجهها لم يظهر طيلة عمر المسلسل إلا من خلال هذه اللقطة السريعة جدا، والتي لا يمكن ملاحظتها سوى بإيقاف الصورة وتقريبها. بعض المشاهير اعتبرها المنتقدون عنصرية جدا، مثل هذا المقطع حيث يتسخ وجه توم وجيري والكلب سبايك بالوحل الأسود لتبدو وجوههم أشبه بالصورة النمطية لحقبة الرق الأسود في أمريكا، كما يقول المنتقدون. في بعض القنوات الأمريكية والأوروبية يتم حذف هذه المشاهد اليوم. استديوهات وارنر براذرز التي بدأت بإنتاج السلسلة منذ عام 2005 قررت الإبقاء على هذه المشاهد، مع إعلان تحذيري ملفت قدمته الممثلة الكوميدية السمراء ووبي جولبرغ. Tom and Jerry episodes included in this collection comes to us from a time when racial and ethnic differences were caricatured in the name of entertainment. Now these prejudices were wrong then and they are certainly wrong today.
Subscribers of Amazon Prime will now see an ethnic and racial prejudice warning before watching certain episodes of the cartoon Tom and Jerry. تحذير العنصرية هذا ظل ساري المفعول، حيث قام مؤخرا موقع التسوق على الانترنت أمازون بإعادة نشره عند كل عملية شراء لأفلام توم وجيري من السوق الإلكتروني، غير أن بعض النقاد يرون فيما يحدث بعض المبالغة. In all the media, in all the films ever made in American history, there's plenty of racially insensitive images, so why are they starting with Tom and Jerry? قبل فترة قريبة كتبت صحيفة الديلي ميل البريطانية وغيرها من الصحف مدافعة عن براءة وبراعة مسلسل توم وجيري، ورأى كاتبها كريستوفر ستيفنز أن السلسلة تقوم على جدلية قديمة ومستمرة بين القوي والضعيف والخير والشر والذكاء والغباء. وقال هذا الناقد إنه رغم شراسة المعركة بين القط والفار إلا أن نقطة دم لم تظهر، وأنه لا يعتقد بوجود جيل منحرف بسبب مقالب توم وجيري. في المقابل يواجه أطفال اليوم عنف ألعاب الكمبيوتر وأفلام الفيديو وتطبيقات الهواتف الذكية. استمر جوزيف باربيرا وويليام هانا في الشراكة الإنتاجية طيلة حياتهما، لم يفرق بينهما سوى الموت. توفي ويليام هانا عام 2001 عن 90 عاما بعد إصابته بسرطان الحنجرة. عام 2005 كرم ثنائي عبر لوحة نقشت على جدار أكاديمية مشاهير التلفزيون في هوليوود بحضور شريك العمر جوزيف باربيرا وتوم وجيري والأصدقاء. في العام التالي توفي جوزيف باربيرا وفاة طبيعية عن عمر ناهز 95 عاما. مات الرجلان، لكن إرثهما الفني وإبداعهما الاستثنائي في ذلك العصر لا يزال متوارثا جيلا بعد جيل. It has been my whole life and I'm looking forward to letting some of the younger people do it and do it better and let me look on and watch and laugh. I hope. Yes, and laugh. And laugh. Make them laugh. That's the only thing I'd like to do.